النهارده ان شاء الله اول يوم تدريب لشمس مركز موسم 23. النهارده 25/8/2023 اول يوم تدريب النهارده. طبعا ده اول يوم تدريب، احنا دلوقتي هنبدا معاه بالحبل، بنبدا معاه من الصفر كاننا ما بداناش اي حاجه قبل كده. هنعمل على الدباره بتاعتنا الجميله وهنبدا ندعو دلوقتي ونشوف الاستجابه هتبقى عامله ازاي. يلا بينا. النهارده اول يوم زي ما احنا اتفقنا، احنا جهزنا كل حاجه، هنخلع بقى البرقع ونشوف بقى الشمس هتعمل ايه. شمس يلا تلاكيت تاني مرة. ما شاء الله. طول الدين بقى. ما شاء الله، لا فل قوي ده، فل فل يعني. الحبل ستريت تمام. انا دي ايه هتجيب يا كريم؟ على فكره كده تجيب باين. تعرف ان ممكن الناس تسالك تقول لك انت ليه رابطها بالحبل؟ ما انا رابطها بالحبل لان هي بقى فتره اصلا ما بتنزلش التدريب، فانا يعني الطير برضو الجوارح ما بتبقاش مضمونه قوي، فلازم ان احنا برضو نعيد معاه التدريب. هي في منها استجابه ودي حاجه كويسه، بس لازم واجب عليا ان انا اعيد معاه التدريب زي ما انت تشوف دلوقتي. ايه يا نادي؟ ايه؟ يا نادي؟ يلا تعال. الله اكبر. ما شاء الله. استجابه من اول يوم. ها؟ استجابه من اول يوم. قول ما شاء الله. ما شاء الله. نبعد كده شويه برضه، نبعد مسافه اكتر، بس حلو كده. بقول لك ايه؟ ايه؟ والناس اللي جابت طيور جارحه ديت من قريب؟ والله احنا الناس اللي جابت طيور جارحه تجيب، بس اهم حاجه انك تشتغل مع الطير، ما تكسلش، تنزل كل يوم مدرب الطير، نتعب، ما تجيبش طير تركونه جنبك عشان دي حاجه مش كويسه. يلا بينا. هاي شم تعال. شم يلا 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 يلا. هاي عاش. لور ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا بحاول ان انا اسيب الطير على راحته، ما بدوسوش تدريب على طول، بحس ان الطير يبقى واخد راحته، اشوف راحته دي بالحبل هيعمل ايه، دماغه تبقى ماشيه ازاي. الحاجات دي مهمة طبعا، من قبل ما نفك الطير لازم تمر بكل ده عشان ما تفكش الطير وترجع تندم على حاجة غلط أو حاجة بتحصل معاك ترجع تتفاهم منها. يلا فوق يلا. حلو عليها كده النهاردة، حلو كده النهاردة عشان الحر. فل. إن شاء الله أنا هتابعكم حلقة بحلقة، هتابعكم إحنا بنوصل كل يوم التطور بيوصل لفين. احنا ان شاء الله معانا يعني ممكن نقول مثلا 3-4 ايام ونفك الطير ان شاء الله. ربنا يحافظ عليكم جميعا، ما تنساش تعمل متابعه للبيتش بتاع مصطفى نبوي. اي حد محتاجني في شغل او محتاجني في اي بيزنس كلمني على الحساب الشخصي بتاعي اللي هو المتوسط. ربنا يحافظ عليكم جميعا، احبكم في الله.